رشا عبد الباقي أصبحت أول قاضية تعين في محكمة قضايا النزاهة في البصرة هنا بعد أن كانت هذه المناصب تقتصر على القضاة الرجال. كما تعمل أيضا نائبا للمدعي العام تراقب مشروعية الإجراءات والقرارات الصادرة عن المحكمة. أنا أول قاضية تتبوأ منصب نائب مدعي عام في محكمة تحقيق قضايا النزاهة على مستوى محافظة البصرة. قمنا بعمليات ضبط نوعية في الموانئ وزائداً عدة شركات نفطية. كانت هي تجربة فريدة من نوعها بالنسبة لي. القضاء العراقي اتجه إلى إدخال النساء في العمل القضائي كقاضيات أو في جهاز الادعاء العام، وبدأت المرأة تتقلد مناصب وظيفية قضائية لم تقتصر على محاكم حماية الأسرة والأحداث والنزاهة، بل تعدى ذلك إلى الجانب المدني. منح دور أكبر للمرأة في مجال العمل القضائي وخصوصا في جهاز الادعاء العام، لأن جهاز الادعاء العام يحتاج إلى رقابة مستمرة وعمل حثيث ومثابر من أجل مراقبة الأجهزة التحقيقية ومراقبة قرارات تنفيذ قرارات السادة القضاة في كافة المحاكم سواء كانت مدنية أو جزائية. السلطة القضائية في العراق فتحت الباب مؤخرا لمشاركة مزيد من النساء في دورات المعهد القضائي لتعويض ما لديها من نقص في أعداد القاضيات والإدعاء العام. المجلس في هذا العام رأى أن يشرك المرأة في الدورات في دورات المعهد القضائي لزيادة أعداد القضاة وأعضاء الادعاء العام لسد النقص الحاصل في المؤسسة القضائية. القانون العراقي لا يمنع المرأة من اعتلاء منصات القضاء، لكن على ما يبدو فإن العرف السائد في الماضي اقتصر منصات المحاكمة على الرجال فحسب. وتتطلع القاضيات العراقيات لتولي مناصب مهمة في القضاء العراقي من دون تمييز، تحقيقا للمساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات. سعد حسين، يو تي في، مدينة البصرة.